هنروح للكاراتيه. لعبتنا في الكاراتيه في النادي الاهلي بيبلو بلاء حسنا مع المنتخبات ومحققين ميداليات ولا اروع. هنبتدي بكريم ابو عيطه اللي كان ضيفنا من حوالي شهر، كان وعدنا انه هيطور من نفسه ومن ادائه. ما شاء الله كريم فاز بذهبيه بطوله افريقيا في الكوميتيه. دي صوره كريم اللي كان معانا لو تفتكروا من حوالي شهر من كذا حلقه، وكان كريم من اللعيبه اللي اتظلمت كتير، يعني كان عنده ظروف صعبه، وكريم قال ان انا ان شاء الله اعوض كل ده وافوز. صدقت في كلمتك يا كريم وفزت ببطوله افريقيا. طبعا البطوله بتتلعب في جنوب افريقيا في الفتره من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر. كريم فاز بالميداليه الذهبيه في وزن 60 كيلو جرام بعد ما فاز على بطل المغرب بنتيجه 3-1. الف مليون مبروك يا كريم، وان شاء الله اللي جاي لك افضل باذن الله في بطولات العالم. ان شاء الله افريقيا بوابه بطولات العالم، واحنا منتظرين منك سواء في البريمير ليج او في بطولات العالم المزيد والمزيد. هنروح لمريم العزبي لاعبه النادي الاهلي ايضا في الكاراتيه ولكن في الكاتا، واللي نجحت تفوز ايضا بذهبيه افريقيا في نفس البطوله. البطوله زي ما قلت لحضرتك اتلعبت 29 ل 6 ديسمبر، قدمت مستوى كويس جدا جدا وبناء عليه فازت في ترتيب الكاتا. وكمان على فكره برضو مريم من اللاعبات اللي بينتظرها مستقبل كبير جدا، وكانت ضيفتنا كمان في برنامج الابطال وعدت بتطوير مستواها بشكل كبير. بالمناسبه مريم يمكن سنها صغير جدا، مواليد 2007 تقريبا على ما اتذكر، فالحقيقه يعني بتأدي اداء كبير جدا، وكانت معانا هنا وكانت قاعده على يميني في الاستوديو بعد ما فازت بميداليه في بطوله العالم. يعني الحمد لله لاعبتنا في الكاراتيه سواء رجال او سيدات حتى الناشئين بيبلوا بلاء حسنا في كل المراحل السنيه والبطولات الاقليميه والدوليه.